مساء الخير. كل المزارعين خايفين من كارثة زراعية بالبقاع وجنوب لبنان بسبب الجفاف اللي ممكن يقضي على مواسم القمح وعلى الأشجار المثمرة، وقلق المزارعين ناتج عن التبدل المناخي اللي عم بيؤدي إلى تفاوت بدرجات الحرارة بين الليل والنهار وإلى شح بالأمطار. فحسب المزارعين الكارثة قربت وقريبة إذا استمر الوضع بلا أمطار لنهاية هذا الشهر ومطلع شباط. بالعودة لطقسنا، أجواء متقلبة نسبياً عم بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الجو غائم جزئياً، الحرارة معتدلة، الهواء متوسط السرعة، البحر مائج شوي وحرارة 118 درجة. الليلة طقسنا بلبنان غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، ولبكرة طقسنا غائم جزئياً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ومجموع المتساقطات من أيلول لحد اليوم هو 240، أما السنة الماضية ف 701 والمعدل عام 493. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل: 12 على المرتفعات، 7 بالأرز درجة وبالبقاع 4. ومنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجلها بكرة ببعض المناطق اللبنانية: 10 ببيروت، طرابلس 22، جبال 21، برمانة 18، بيروت 22 درجة. بننتقل من بعدها إلى صيدا 23، سور 21، بنت جبال 18 درجة. بننتقل من بعدها إلى رشيا 17، زحلة 18، بعلبك 17، الأرز 9 والهرمل 21. والرطوبة بتتراوح بين 50 و75%، حرارة سطح الماء 18 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة 11، نهار السبت بتتراوح بين 12 و22، والأحد بين 11 و21. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية: بغداد 18، الكويت 19، دوحة 23، الجزائر 16، تونس 15. ومننهي مشوارنا بباريس حيث عم بتسجل درجة الحرارة 8. هيدا كان كل شي. باي.